يوم الجمعة يوم مميز، إنه يوم لقاء الأحبة مع شباب اللوفر. نطلع من الصبح نكون في هالوقت اللي نطلع فيه، ما في زحمة في الشوارع، الهواء نقي، ترتيب يكون منظم وطلعة حلوة. الاشتياق اللي من أسبوع لأسبوع يبقي على تجمع يوم الجمعة، ويكون يوم مميز بالنسبة حق كل الأشخاص اللي التحقوا فينا. الجروب كل يوم عن يوم قاعد يزيد وتنتشر شعبيته في البحرين. نتجمع 80 أو 90 شخص في مكان واحد، رايدنا دائما رايد حر، ما في أي التزام بأي تي شيرت بأي علامة لأي فريق. أنا كان ما عندي بايك في الأساس. رحب بالكل، إن كان عندك بايك ولا ما عندك بايك، هذا جروبك. خذت لي بايك. اليوم مميز، اليوم 9 ديسمبر مميز، لأن وعدونا الشباب الكباتن إن في مفاجأة. برامج يعني ركوب خيل ومشاهدة حيوانات غريبة وبيكون ريوق في نفس المكان. Shall we begin? قاعدين نعرف الناس عن هواية الدراجات، استخدام الدراجات في الشوارع، وطبعا اهم شيء السيفتي والسلامه، هي من اولويات البايكر. في روح في الفريق، روح سمحه، محبه، تعاون، اخلاق عاليه، مصدر لالهام حضاري. في هذا الصباح الجميل، في هذه الجمعة المباركة، مجمع أطلانتس الرياضي في انتظار المجموعة الكبيرة من لوفر بايك. البايك يعتبر الجانب الترفيهي من حياتي اليومية، والمجموعة تعتبر بيتي الثاني. مشتاق لهاي اللقاء الجمعة اللي هو أسبوع كامل ما نشوف بعض. أنطر جمعة لجمعة عشان ألتقي بهم. رايدنا اليوم كان رايد مميز ورايد جميل غير عن أي رايد. جولة اليوم كانت ممتازة جدا. اليوم كان تغيير من بدايته الحمد لله لما نهايته. كل وصل الرايد واستانس مع شوفت إخوانه، ولما طلعنا الحمد لله الأمور طيبة. طالع مع اللوفر بايكر يكون ويل اورجنايز، البركة في ابو عبد الله والشباب. الرايدر الكبير ابو عبد الله وسام التاجر هو اكبر مثال الى البايكرين.